شهر رمضان هو شهر العطاء والعيد ما بيكون كامل إذا مش الكل شاركوا فيه. طبعاً في ناس مش قادرين يحتفلوا مثل غيرهم، ومن شان هيك في جمعيات كتيرة بتعنى بهالموضوع بتساعد قد ما فيها. اليوم معنا من جمعية سيدرز للعناية السيدة عفت إدريس. صباح الخير. صباح النور سيدة عفت، حضرتك رئيسة الجمعية، ومعنا السيد هاني زين مسؤول أعلامي بجمعية سيدرز للعناية. سيدة عفت، يا ريت هيك تذكرينا شوي كيف تعتني جمعية سيدرز بالأشخاص اللي مش قادرين يعتنوا يمكن بنفسهم. أي متى بلشتوا؟ كيف عم تتقسم الشغل وشو الأهداف؟ في البداية كل عام وأنتوا بخير. وأنتوا بخير وللجميع. الجمعية بلشت بعفوية كتير ب98، وكان في بتعفي بالأعياد أو بالمناسبات، بصير في كتير طبخ وبيبقى في أكل، بقى كنا مفكرين أنه منلم الأكل ونوزع، وبعدين قلنا ليش نلم جديد، ليش نلم القديم، خلينا نحن نطبخ جديد للعالم. وهيك صارت ب98 بأول رمضان بلشنا. كنا كتير عفوية وكتير ليل وما بنعرف حدا، ولقينا الخير صار ينزل والعالم صار تيجي تساعد بالمطبخ، ناس تطبخ، ناس تقدم اللحم، يقدم لحم، اللي عنده خبز يقدم خبز. بهالطريقة صارت، حتى المدارس شاركت، وبهالطريقة صار في خيام الخير. صار في خيام. هلا كان الفكرة انه يوصل على البيوت حتى الناس ما فيها تظهر، يوصل على البيوت، ولكن كان في بوقتها كمان خيام بتسمى رمضانية ولكن ما كانت عم تعطي الجو اللي بدنا اياه لرمضان. من هيك عملنا الخيمة لنقول انه لا، ها هي هيك خيام الخير، خيام رمضان. وصار مقسوم المشروع اثنين، قسم ناس بتجي بتفطر بالخيمة والباقي كله بروح على البيوت. وكيف تختاروا الأشخاص؟ يعني هل طبعاً هني كمان رح يجوا لعندكم، ولكن الأشخاص اللي عم بتودولون على البيوت مش صعب إنه تلاقوهم؟ مش صعب إنه يمكن تدرسولهم وضعهم الاجتماعي والاقتصادي؟ نحن من لما بلشنا كان عنا شرط أساسي إنه ما بنشتغل وحدنا. والشرط كان إنه نشتغل مع الجمعيات. ما بدنا بعد نقسم المجتمع لأكتر جزء من هيك، قلنا تأسس الجمعية ولكن ما حتكون جزء لحالها، بدها تكون هي مع الكل عم بيشتغل كجزء واحد. والجمعيات والمخاتير والناس بتصير دغري بتدلك، الأوام بيلتقوا. وكل ما بتقدمي، للأسف إنه كل ما عم نقدم بالأيام كل ما هالعائلات عم تزيد العدد. كنا بنتأمل إنه تكون عم بتخف العدد، وصلنا لهالعائلات وقدرنا نحن والجمعيات اللي ساعدتنا انه نفوت نوصل لهم كل يوم على البيوت. وقسم كان يجي يفطر بالخيمه. وبعدها كل سنه صارت مثل عرف نحن والجمعيات اللي بتساعد. عرف صارت، كل واحد بيعرف وين دوره، وين شغله، امتين بينزل. وكبرت الجمعيه. الجمعيه كبرت لانه على مدار السنه صرنا كمان هالناس اللي كنا حدها، خاصه اول سنه لما خلص الشهر كيف بدنا نتركهم. وعملنا شيء اسمه فود بانك، وصار الفود بانك يتلقى كمان مساعدات. احلى شيء مساعدات كانت توصل من المدارس، وبعدها لهلا الكيلو داي بيمرق على المدارس، كل تلميذ بيعطي شيء، كيلو رز، كيلو سكر، بيعطي علبه تون حسب كل تلميذ شو حابب يعطي. وهيدي بتتوزع على مدار السنه، بتتوزع على وهيدي هون فقط مش بس عطاء، هون كمان هالولاد اللي بالمدارس قد ايه عم يربوا على هالنفسيه الحلوه، على روح المشاركه مع الاخر. من هيك نحن ما قبلنا ناخذ، كان فينا نلم مثلا من كل تلميذ 1000 1000، صح، ما حبينا لانه لما بيروح هو بده يشتري كيلو الرز عم بفكر مين عم بياكله. بقى هي كانت شفنا بالصور اللي عم تمرق قدامنا اولاد عم يلعبوا، اخذتون على مدينه ملاهي، هل في شيء خاص لهالموضوع؟ هو بعد الافطار تقريبا كل يوم او قدر المستطاع في ناس بتحب تيجي تلعب الاولاد، وفي ناس بتعزمهم مثل كيدز موندو، عزم عدد كبير 150 شخص على مرتين ايام الميدل ايست، تعزمهم الهوبس، عزمهم ميني ستوديو، اجوا عملوا مستر اند مسز كلوم، بيجوا ناس بتجي بتحب، هي على فكره هي بتقدم حالها، بتجي بتلعب الاولاد. وفي ناس بتكون هي لحالها ما بنعرفها، محضره كيس فيها بومبو شوكولا والعاب وهيك، كمان بيجوا بيوزعون. يعني الخيام هي اكثر، مش جمعيه سيدس، هي اكثر كل واحد حابب يقدم شيء لهالعالم موجودين هون بيجوا بلاقون. نعم، ولكن طبعا هاني في ناس بتقدم مثل ما تفضلت ست عفت وقالت، ولكن
أوقات يمكن بتوصلوا قدام حيط مسدود ما بيكون في حدا عم بيقدم وبتعوزوا مساعدات، هل عم بيكون في يمكن جمع تبرعات، هل عم بيكون في استراتيجي معينة ماشيين عليها هاني؟ هلا نحن بالجمعية نعتمد على التبرعات على مدار السنة، يعني مش بس برمضان، خلال السنة كلياتها في ناس بتقدم تبرعات بشكل شهري، في ناس بتقدم يعني حسب قدرتها، لأنه ما فيك تجبري كل الناس إنها تقدم. بس الحمد لله أنه خلال شهر رمضان كنا بقوله الله ببعت رزقته معه، دائما بشهر رمضان الحمد لله بتكون تبرعات كبيرة، وعلى مدار السنة اللي عم بيوصل لنا خلال السنة هو اللي عم بيتقدم على للعيال خلال هالسنة. نعم، وطبعا الإعلام أكيد بيساعد أكيد كتير. يعني الإعلام خصوصا هلا الإعلام اللي عم بيوصل لبرا مش محلي صار عم بيوصل للبلاد العربية. نعم. يعني في أيام توصل تبرعات من خارج لبنان، بقى الإعلام كتير له وأنا بدي أذكر اليوم المشاهدين أنه الأرقام اللي عم تمرق على الشاشة وحساب البنك أنه بيتلقوا كل مساعدة لجمعية سيدرز للعناية، الأرقام رح تمرق خلال هيدا النهار كله للآخر، فممكن تساعدوا قدر المستطاع الناس اللي بالفعل ما في حدا عم بيساعدها. هاني، طبعا الجمعية يعني عندها رؤية لبعدين، هل في مشاريع عم بتفكروا فيها لبعدين؟ هل ممكن تزيد أقصى الجمعية أو تتوجهوا على أشخاص آخرين لحتى تاخذوا مساعدة؟ هلأ كمشاريع في عنا هلأ الفود بانك هو هذا مشروع عم ينعمل بالاشتراك مع مطعم مام أنشاف. هذا المشروع هو طبخ على مدار السنة، هذا المطبخ هو بنفس الوقت هو كوكينج أكاديمي، رح يجوا ناس بحاجة ل يعني عائلات بحاجة يتعلموا منه، بيستفيدوا من خبرة التعليم اللي عم يتعلموه يمكن يشتغلوا فيها برا، وبنفس الوقت هذا المطعم اللي عم بيساعدنا أي شخص عنده مثلا وليمة أو عنده حفلة أو أي شيء عم بياخد من هذا المطعم عم بيروح جزء من قيمة اللي عم بيدفعوها للجمعية. حلو كتير. استعفت مقسم الجمعية كذا قسم وعم بيزيد عدد المتبرعين أو الأشخاص اللي عم تشتغل معكم، العاملين معكم، قلتي لي يعني اللي مسجل هو 60 أو 65 شخص ولكن اللي عم بيساعدوا هن بالألوف، وهيدي شغلة رائعة جدا. طبعا كيف مقسمين العمل بالجمعية؟ كيف عم بيكون هيك تنظيم سير العمل؟ في عدة مشاريع. نعم. وهي المشاريع هي كتير عم نجرب نركز قديش فينا نضل عم نوصل للي ما قادر ياكل، نضل عم نوصل له، ولكن اللي قادر يشتغل نجرب نأمن له فرص عمل. منركز كتير إذا في تلميذ بده يتعلم نكفي، أو إذا في مريض خاصة اللي معهم أمراض صعبة كمان قديش فينا نوصل لهم من هالأموال عم تتبرع فيها العالم. فمقسمة الجمعية أقسام، منها مثل ما ذكر هاني في المطبخ، مطبخ الدائم للجمعية لهذا لازم إن شاء الله ينطلق عن قريب، واللي هو الأساس، يعني الإطعام هو أساس الجمعية، وكأن هو إيه لأنه بلشت هيك، ولكن هلأ الأساس عنا هو التنمية المستدامة والفرص العمل. عنا مشاريع بالزراعة، عنا مشاريع بالبيئة، ومنهم حملة الأزرق الكبير كمان تأسست من الجمعية اللجنة، وفي مشاريع مثل الإيكو جاليري اللي هو بيجينا كتير غراض بنرجع منظبطها بنرجع منبيعها. نعم. وبروح ريعة للعائلات المحتاجة. نعم. هيدي النشاطات الأساسية، ولكن على مدار السنة في حملات بتصير كرمال نلم أكتر أكل عبر الفود بانك أكل للعالم. نعم، فصلينا هيك هالقسمين الجديد شوي صغيرة لنعرف وين توجهاتهم أو شو المساعدة اللي عم بيقدموها. نعرف أنه أيضا أمرار بترمموا بيوت كمان، بصير كتير كل عائلة عندها حاجة مختلفة. نعم. كل عائلة بتنظر إلها بطريقة، الناس يمكن بس بدها طبيبة، الناس عندها بيت بده الشغل. في مدارس مثل الاي سي والاي سي اس والكوليج بروتيستا عم ينزلوا معنا وينفضوا البيوت، وهن التلاميذ على فكرة عم يلموا التبرع، ونحن بيجينا تخت وكرسي وشو ما بيجينا غراض، منروح كلياتنا مننفض البيت ومنظبطه ومنساويه وبيبقى لهالعائلة. كتير مهم ننظر للشق البيئي للعائلة وكيف عايشة، بأي حالة بيئية عايشة بقلب البيت. نعم. قد ما فينا نوصل توعية، وهيدا الشغل المطبخ إن شاء الله حيكون أنه حتى هالأهالي هالأميات كيف يقدروا يطبخوا صحي. وإذا بتشوفي بخيام الخير كان كله الشرط أنه يا بناكل نحن مثل ما بناكل النوعية، حتى كيوبات اللي بتنحط بالأكل ممنوعة. نعم.
فهي كل شيء طبيعي تقريبا، كل شيء يعني طبيعي وصحي، وحتى بخيام الخير كانت هيك، وهذا اللي حابين نوصله لهالاميات كمان اللي بالعائلات عبر مطبخ خيام الخير. نعم يعني قد ايه هيك عم بتفوتوا بالتفاصيل، يعني ما اهم كبير مثل هالهم، انت بتعيشي معهم بتصير عايشه معهم، عارفه شو بدهم، عارفه وين المشكله، وحابه يعيشوا مثلك، بتصيري عارفه وين بدك تتدخلي. وصرنا نحن وياهم بعد 18 سنه يعني صاروا كتير عائلة وحدة. نعم. وحلو كتير عم تشوفيهم أول يوم رمضان كيف المتطوعين مع العائلات بيلتقوا، خلص صاروا عائلة وحدة. من هيك بيضلوا على مدار السنة كل واحد بفكر التاني شو بده، صرتوا تعرفوا بعض يعني أكيد. نعرف بعض وكل واحد عارف التاني شو بده. بس إن شاء الله أنه نقدر أهم شيء نأمن فرص العمل، لأنه بالآخر كل العائلات اللي اعطونا فرص عمل وما بدنا ما بدنا بقى مساعدة، هاي بتبقى بكرامتها، وهي أهم عمل نعمله أنه نقدر نأمن فرص عمل، هي عبر الزراعة اللي عم نشتغل عليها، عبر الإيكول جاليري اللي هي منه بتفيد البيئة ومنه بتفيد بتشغل ناس، وعبر المطبخ المستدام. نعم وهون يعني هالشق الإرشاد صار هيك له أهمية، وكأنه عم تلقطوا الموضوع من أساسه يعني لحتى تمحوا كليا. ففي حال اشتغلوا هالسيدات وأرباب البيوت عم بتكون عم بيخف العبء عليكم شوي، عم بيكونوا عم بيساعدوكم أيضا بطريقة طبعا أو نحن بأخرى. مش هممنا العبء، بالعكس نحن عم نكتر والعبء مش هممنا، نحن هممنا يبقوا هن بكرامتهم وما يعوزوا حدا. نعم سو العبء نحن ما عنا مشكلة. نعم هاني بتحب تضيف شيء اليوم هيك بحلول عيد الفطر؟ نحن أهم شيء اللي طالبينه أكثر شيء من الأشخاص اللي عم بيسمعونا أو اللي عم يشوفونا. نعم. طبعا كل واحد حسب قدرته، ونحن ما فينا نجبر أي حدا أنه يتبرع، بس الجمعية لحتى يعني انبنت على 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 موضوع اللي هو تقديم المساعدة للأشخاص، وما تخلي حدا بحاجة أنه أو يجوع بوقت من الأوقات. نطلب منهم قد ما فيهم يساعدونا. المساعدة هي بكذا طريقة، فيهم يساعدونا ماليا يحطوا فيه بالحساب يتبرعوا، فيهم يتبرعوا في ناس مثلا على عيد تتبرع بتيب، في ناس تتبرع بألعاب، في ناس على مدار السنة مجرد انها تجي انها تساعدنا بتوصيل الاكل، هذه كلها مساعدة. نعم. لنا ومنذكر نحن انه ارقام التليفونات وارقام الحساب رح تمرق اليوم كل نهار على الشاشة لأي مساعدة. شكرا لك هاني زين، شكرا لك سيدة عفت ادريس رئيسة جمعية سيدرز للعناية، يعطيكم الف عافية وينعاد على الجميع. مشاهدينا بريك قصير ورح نتابع ام تي في الايف.